مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من ملفات. تولي الدوله اهميه كبيره للمشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، كونها احدى الركائز الاساسيه في تحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، حيث عملت على دعم رياده الاعمال واطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي وتقديم الخدمات التسويقيه واللوجستيه والتكنولوجيه لهذه المشروعات وتدريب وتاهيل الكوادر البشريه، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة حجة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية والحرة في فاتورة الاستيراد والحد منها، وحول جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاعدة انطلاق التنمية الحقيقية. يدور حوارنا في ملفات مع ضيفنا الدكتور أحمد هارون، مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية. أهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا، نتوقف مع هذا التقرير لزميل أحمد حافظ. المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي قاطرة التنمية ولها دور كبير في بناء الاقتصاد القومي، فهي تعد من أهم عوامل التنمية في الدولة وتؤدي إلى استغلال طاقات الشباب وإمكانياتهم المتعددة وتعمل على تطوير خبراتهم، كما أن تلك المشروعات أثبتت معدلات نمو مرتفعة وقدرة فائقة على التأثير وبقوة في الأوضاع الاقتصادية. لذلك تعتبر عملية دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية للدولة. من هذا المنطلق شهدت مصر في السنوات الأخيرة اهتماما بالغا وتطورا كبيرا في هذا الملف، وذلك بعد أن أدركت الدولة أهمية هذه المشروعات للاقتصاد المصري ومساهمتها في زيادة الإنتاجية ودفع مسيرة التنمية بكافة جوانبها. وبتوجيهات من القيادة السياسية تم وضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية، بما يوفر ضمانات نجاح لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها، وذلك على مدار السنوات الثمان الماضية. كما تم سن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية. وكانت أوجه الدعم التي قدمتها مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى نهاية مايو 2022 تمثلت في إتاحة قروض بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما وفر نحو 2.6 مليون فرصة عمل، كما وفرت منح بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل. لا شك أن السنوات الثمان الماضية شهدت الكثير من الضغوط والتحديات وواكبتها سلسلة غير مسبوقة من النجاحات والإنجازات في هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030. دكتور أحمد هارون، مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، أهلا وسهلا بحضرتك مرة جديدة. يعني مشروع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحب نعرفهم، ويعني إيه موازنة كل واحدة فيهم، وكل واحدة فيهم ممكن تكون البادج بتاعتها إيه؟ نعم، شوفي، هو هناك تعريفات. هذه التعريفات سواء داخل مصر أو من خارج مصر. يعني داخل مصر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومن خارج مصر زي مثلا صندوق النقد الدولي أو غيره.
والحقيقة هناك ثلاث عناصر لقياس وتحديد هذه المنشأة، هل هي متناهية الصغر أم صغيرة أم متوسطة. ثلاث عناصر أساسية. واحد، عدد العمالة، فإذا كان 50 أو 100 متناهي الصغر، إذا كان من 100 لحد 500 يبقى صغير، أكثر من ذلك يبقى متوسطة. النقطة الثانية، رأس مال هذه الشركة إذا كان أو المؤسسة، إذا كان رأس المال لحد 200-300 ألف جنيه فهي متناهية الصغر، إذا وصل لحد 1,000,000 جنيه تبقى صغيرة، إذا تجاوز ذلك تبقى متوسطة. طيب حجم الأعمال، حجم الأعمال يعني إيه؟ يعني المنتج اللي بيطلع من عندهم، لو إن المنتج ده لحد 1,000,000 جنيه هي متناهية الصغر، لو لحد 3,000,000 جنيه هتبقى صغيرة، لو أكتر من ذلك من 3,000,000 لحد 10,000,000 تبقى متوسطة. ليه بقى بنعملها شرائح؟ لأن الدولة الحقيقة لما بتيجي تقدم مميزات أو دعم غالبا ما بتراعي هذا التمييز. أي حاجة في واقع هزاي في مصر هي عاملة؟ هي الحقيقة ليس في مصر بس، هو النشاط الاقتصادي على مستوى العالم كله في هذه المنطقة اللي هي متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة جدا من اقتصاديات العالم كله. يعني لما تشوف الهند، لما تشوف اندونيسيا، لما تشوف ماليزيا، لما تشوف هذه الدول كلها، طبعا مصر كمان، هتجد ان هذه المساحة من الشركات والمؤسسات بتنتج في الناتج القومي ما يقرب من 70% من الناتج القومي للدولة، وبالتالي هي مهمة جدا جدا. 70%. المشكلة بقى ليست في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المشكلة ان جزء كبير منها هو خارج المنظومة، وهو ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي، وهذا يمثل على مستوى العالم برضو نسب كبيرة جدا، لكن يمثل في الاقتصاد المصري ما يقرب من 30% إلى 40% من اقتصاد الدولة، ولا تستطيع الدولة قياسه أو حصره أو دمجه في اقتصاد الدولة إلا بإجراءات نتكلم عنها لاحقا. يعني حضرتك شايف إزاي جهود الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟ الحياة الدولة يعني مشيت من أكثر من مسار. المسار الأولاني هو مسار تشريعي زي القانون 152 لسنة 2020، ده قانون موجه مباشرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وشديدة الصغر، فهذا القانون مهم جدا. ليه؟ لأنه بيعطي مثلا إعفاء ضريبي معين، إعفاء جمركي، بيدي مثلا تسهيلات ألا تدفع ضريبة الدمغة، يعني أن تحاسب ضريبيا ليس كما تحاسب الشركات الأخرى ضريبيا. يعني القانون ده بيقول إيه؟ بيقول لو إن الناتج بتاع المؤسسة وصل لحد 250 ألف جنيه أنا هاخد منك 1,000 جنيه قطعي ضريبة في السنة وخلاص وانتهى الموضوع على كده. طيب لو إن حجم عمالك وصل مثلا لنص مليون أنا هاخد منك 2,500، لو وصل لحد 3,000,000 أنا هاخد منك 5,000، من 3,000,000 لحد 10,000,000 أنا هاخد 1% من إيراداتك كضريبة، ويبقى كده تم تسوية موقفك الضريبة. هتقولي طب إيه الفرق بين القانون ده وقانون الضرائب اللي هو 91 لسنة 2005؟ أقول لك قانون الضرائب بتاع 91 لسنة 2005 كان بياخد ضريبة على صافي الربح 22.5%، طبعا دي يعني قيمة معتبرة. هو قال لا، المنشآت الصغيرة أنا مش هحاسبك ومش هفحص ضريبي، أنت اديني مبلغ مقطوع 1,000 جنيه، 2,500، 5,000 ويتم. يبقى أول حاجة عملتها الدولة إن عملت تشريعات وقوانين تستفيد بها هذا القطاع من النشاط. تاني حاجة، وده أنا أعتقد إنه مهم جدا، إن قررت عن طريق البنك المركزي أن يكون هناك 20% من المحفظة الاستثمارية في بنوك مصر وهي تصل إلى 300 مليار جنيه، 20% توجه إلى دعم وتمويل هذه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وبنسب فائدة قليلة جدا. وعشان نقدر نحسبها صح ونشوف إيه قيمة هذا القرار، حضرتك لو حطيت فلوس في البنك غالبا في الوقت اللي احنا فيه ده غالبا بيديك 11%، 8%، 9%، 11%، لكن لما اقول بقى ان البنك هيقرض ويمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
مقابل ان ياخد منه 5% او 6% او 7% او 8%. البنك دلوقتي بيضحي والبنك المركزي بيضحي مقابل ايه؟ مقابل دعم وتمويل هذه المشروعات، ويبقى فيه مصدر للتمويل ده. طبعا من الموضوع الثاني. الموضوع الثالث ان الدولة بتعمل معارض وتجعل الاشتراك فيها احيانا باجور رمزية وربما مجانا لعملية التسويق لهذه الشركة. يعني لو قلنا في الناتج المحلي بتشكل قد ايه من اجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد القومي؟ هي انا زي ما قلت لحضرتك هي تمثل ما يخرج من 70% من الناتج المحلي. يعني اذا كان الناتج المحلي المصري 7000 مليار جنيه، ف 70% هو الشركات المتوسطه والصغيره والمتناهيه الصغر. لكن ارجع اقول تاني ان احنا عندنا ما يقرب من 40% من النشاط الاقتصادي الدولة لا تستطيع قياسه. ليه؟ لأن هي مش شايفاه. ده بيمارس نشاط في القرى والنجوع عن طريق ورش، عن طريق مناطق صناعية عشوائية أو ما يسمى بير السلم. ولا نشاط كبير جدا ومعتبر كبير جدا، لكن الدولة مش شايفاه ومش هتشوفه إلا إذا دخل في منظومة الدولة. يعني لما يعمل بطاقة ضريبية الدولة تشوفه، لما يعمل سجل تجاري الدولة تشوفه. طب ما عملش بطاقة ضريبية وسجل الدولة مش هتشوفه. يعني إلى أي مدى حصل حققت الدولة، جهود الدولة في دعم المشروعات الصغيرة، دعم في مجال ريادة الأعمال، وده من خلال المبادرات اللي أطلقتها؟ هو الحقيقة في ثلاث مسارات. المسار الأولاني هو زي ما قلنا البنك المركزي. المسار الثاني ان وزارة التنمية عندها صندوق اسمه صندوق تنمية مشروعك، ويقدم قروض موجهة الى ربات البيوت والى رائدات الاعمال وبفائدة قليلة جدا تصل الى 6%. وبعدين هناك صندوق التنمية، صندوق تنمية المشروعات ايضا يقدم دعم للمشروعات الصغيرة ولريادة الاعمال والمشروعات التي ترعاها المرأة في القرى والنجوع ايضا بفائدة لا تتجاوز 5% الى 6%. الارقام اللي تم انفاقها مبالغ ضخمة جدا، 20 مليار هنا و 30 مليار هنا. لكن المهم في الموضوع ده ايه؟ ان احنا حولنا النظرة القديمة الى كيف الشباب والفتيات يهتموا بقى بفكرة القطاع الخاص والعمل الحر. ورياده الاعمال بالنسبة للتسويق، هم الدولة ساعدتهم بالنسبة للتسويق؟ والله شوفي، هو في برضو اتجاهين. الاتجاه الاولاني ان الدولة قامت بعمل زي موقع الكتروني، والموقع موجود ومعروف، بحيث كل واحد عنده ورشة أو عنده مصنع يستطيع أن يضع منتجه، فيتم عرض هذا المنتج حول العالم، لأن الموقع ده طبعا موقع دولي. والنقطة الثانية زي ما قلت حضرتك أن احنا تقريبا لا يمر شهر أو شهرين إلا ويتم عمل معرض كبير، وتقول الدولة تعالوا تفضلوا، فبيعرض 500 او 1000 او 2000 عارض لمنتجات في هذه المعارض، واحيانا تكون مجانا واحيانا تكون برسوم بسيطه جدا، فيتم تبادل الخبرات، وهو نوع من انواع التسويق. يبقى نقطه واحده هي اللي لازلنا نعاني منها، وهي كيف نصل بهذا المنتج الصغير الى التصدير الى الخارج. يعني هذه النقطة تحتاج إلى اهتمام من وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية متمثلة في التمثيل التجاري الموجود في كل سفارة وقنصلية بالخارج، أن يعمل نوع من التسويق للمنتجات أو يعمل معارض في الدول الأوروبية يشترك فيها منتجين مصريين. أو بيتعمل أحيانا، يتعمل في إنجلترا مرة وفي فرنسا مرة، لكن أعتقد أنه ده محتاج أنه يتعمم خاصة في الدول الإفريقية والتي تقبل المنتجات المصرية بنسبة 100% كل المنتجات بدون أي تحفظ. لو كلمنا عن العنصر البشري والتدريب الكوادر البشرية بما يعني يحتاجه سوق العمل، وبما تحتاجه الصناعات اللي هي الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. طبعا ده سؤال أنا في نظري أنه هو مهم جدا، لأن إحنا عندنا إشكالية غريبة شوية. إحنا عندنا دايما نقول إن إحنا عندنا نسبة بطالة كانت يعني 13%، والحمد لله دلوقتي بقت 7%. لكن الحقيقة نسبة البطالة دي فيها هي نفسها كأرقام فيها مشكلة.
ان العدد ده جزء منه، جزء من هذه النسبة هو اصلا غير مؤهل لفرص عمل موجودة في السوق. يعني لما اقول والله احنا عايزين فئة معينة بس بشرط يجيد اللغة الانجليزية، بشرط يجيد الكمبيوتر، بشرط يجيد الاكسل والورد والكذا، ثم لا نجد ناس على هذا المستوى من التأهيل. فهنا المشكلة ايه؟ هل في بطالة؟ لا، هناك فرص عمل لكن ما فيش ناس مؤهلة لتتناسب مع هذا العمل. في قطاع المقاولات التشييد والبناء في فرص عمل كثيرة جدا، بس هم عايزين ناس بيشتغلوا على الاوتوكاد والفوتوشوب وازاي يعمل ديزاين بالكمبيوتر وكده. فلا يكفي اطلاقا انك خريج كلية الهندسة، لازم كان يبقى فيه كورسات تدريبية تؤهلك لسوق العمل، ما يبقى سوق العمل في منطقة وانت مستواك العلمي او كده بعيد. فهي دي المشكلة اللي عندنا. يعني انا دائما اشكك في هذه النسبة، ان نسبة البطالة في مصر 7% كعدد، انما هي اقل من كده بكتير، لان في جزء منهم هو غير مدرب وغير مؤهل. الحقيقة الدولة في بعض المناطق عملت تدريب اجباري، يعني في مجال التصدير مثلا قالت كل شركة تعمل بطاقة تصدير لازم تختار ممثل لها يذهب الى الغرفة التجارية ليتلقى كورس او تدريب كيف يتم التصدير الى الخارج وتعطيه شهادة. هذا اجراء جيد. يعني لو قلنا ان صناعات الصغيره المتوسطه ومتناهيه الصغر لاي مدى بتحقق متطلبات يعني الصناعات الكبرى، ونقول ايضا نقول الصناعات العملاقه، احنا عندنا اتجاهين في الموضوع ده. الاتجاه الاولاني ان الصناعه الصغيره او المتوسطه او متناسر في حد ذاتها هي منتج كامل وبالتالي قابل ان ينزل الى السوق وان يتم بيعه مباشره، هو منتج كامل في حد ذاته. الثاني ان يكون هناك صناعات ما يسمى بالصناعات التكميليه او المتكامله، وده الحقيقه يعني الدوله بتسعى ان توصل ليه عن طريق المجمعات الصناعيه المتخصصه المتكامله. يعني حضرتك لو رحت مثلا مدينه بدر في منطقه هناك اسمها الروبيكي الجلود، لو رحت هناك هتلاقي مصانع كبيرة جدا ونظيفة جدا لصناعة الجلود، لكن في نفس الوقت هتجد بعض الورش والصناعات التي تكمل هذه الصناعة، الرباط ايه، غيرة ايه، مش عارف خياطة ايه، حاجة كده. وهو ده اللي المطلوب مننا ان احنا نعمله في المجمعات الصناعية. يعني لما نعمل مجمعات صناعية بتبقى فيه صناعة اساسية، انا اعمل هنا صناعات كيماوية، انا اعمل هنا اجهزة كهربية، وفي نفس الوقت يلحق بها مباشرة الصناعات التكميلية. احنا بدأنا في هذا الاتجاه، انما عشان احنا عندنا فكرة التنمية المستدامة لا، يعني الموضع هياخد شوية وقت. يعني بالنسبة يعني حضرتك اتكلمت عن اننا عندنا هذه الصناعات وهي مهمة جدا، وكلمت ان هي في منها كتير تحت بير السلم زي حضرتك ما اشرت. ازاي احنا نوفر آلية، الدولة توفر آلية لانها تدخل هذه الصناعات داخل الاطار الرسمي للدولة؟ والله ده سؤال ممتاز جدا، ده سؤال ممتاز جدا. واذا قدرنا كلنا ان احنا نتعاون بكل القطاعات سواء الاعلام او كذا او كذا او كذا، ان احنا نقنع يعني اصحاب هذه الصناعات. مش اقناع، هتكون حوافز يا فندم، هتكون لا ما ايوه اقناع وحوافز. حوافز هقول لحضرتك دلوقتي كويس، ان احنا ننقل ما يقرب مثلا من 2.5 مليون منشأة ومن مدن صناعية كاملة تعتبر بير السلم زي مدينة بسوس مثلا، ده صناعة ضخمة جدا حوالي 650 مصنع وكلها بير السلم، فيها حوالي 1300 فدان، فيها 72,000 انسان بيعملوا في هذه ال، ومنطقة تانية اسمها عكرش برضو منطقة كبيرة جدا وهي منطقة صناعية. ازاي نجعل الناس دي كلها تقبل وتوافق بمنتهى الرضا ومنتهى الاطمئنان انها تدخل في منظومة الدولة؟ يعني ايه تدخل في منظومة الدولة؟ يعني يذهب متطوعا ان يعمل سجل تجاري ويعمل بطاقة ضريبية ويقوم بالتأمين على العاملين. امتى يقبل ده؟ واحد، ان انا ما هددوش بالماضي. يعني انا ما ينفعش اقول له ايه انت شغال بقالك 10 سنين تعال وسجل عندي عشان احاسبك ضريبيا على 10 سنين، مش هيجي. النقطه الثانيه، ان انا لازم اديله حافز اقول له تعالى سجل تجاري بلا رسوم، بطاقه ضريبيه بلا رسوم،
هديك كمان سنتين مش هحاسبك ضريبيا. الثلاث سنين اللي بعد ما كلها منشآت صغيره، الثلاث سنين اللي بعد كده هحاسبك تدفع لي كل سنه 1000 جنيه. بعد كده خلاص انت بتدخل في منظومه الدوله. انا اعتقد بقى ان انا اقول له كمان ان في تامين صحي انت تستفيد بيه، في تامين اجتماعي ومعاش انت تستفيد بيه، في مميزات الدوله هتعطيها لك عن طريق تمويلك لتطوير وتنميه مشروعك، فكل دي هتبقى استفاده لي. لو قدرنا كل الجهات الحكوميه ان هي ما تبقاش فكره البوليس مان، يعني انا جاي عشان اراقبك، انا جاي عشان يعني امسكك، انا جاي انا جاي عشان اساعدك، انا جاي علشان اقول لك تعال معايا انت. ويا ريت كمان يا فندم يكون في كمان تدريب، يعني لو مثلا هو دخل في حته ان هو انت بتعمل صناعه معينه، يا ريت انا هديك دورات تدريبيه ان انت توسعها بشكل معين، او انا نعاونك اكتر في تسويقها. في ده كمان نقطه مهمه جدا، احنا متفقين ان هناك مدن كامله تصل الى 72 مدينه عشوائيه في الصناعه، يعني رقم كبير جدا يعني. هذه الصناعات في جزء كبير جدا منها غير متوافق مع البيئه، وفي مشاكل بيئيه خلاص. فانا بدخل مش بوقفه، انا وقفه انا هوقف الاقتصاد بتاع الدوله، انما بديله مهله، بديله سجل تجاره تضريبيه واقول له ده انت صالح، وسجل صناعي انت صالح لمده سنه لتوفيق أوضاعك. خلاص ساعتها هو يشتغل ويكمل. وإذا كان هناك فضلات تضر بالبيئة يتم التخلص منها بطريقة معينة وهكذا. ليه؟ لأن أنا الوقت عايز أنقله من بير السلم إلى الاقتصاد القومي. الدولة هتستفيد إيه؟ واحد، 40% من الاقتصاد ده هيدخل على الناتج القومي للدولة فيعليه. اثنين، كل العمالة وهي تصل الى 6 7 مليون انسان بيعملوا في هذه القطاعات مسجلين على انهم لا يعملون، ما دام مش مؤمن عليه وما فيش سجل تجاري ولا بطاقه ضريبيه يبقى ده جزء من البطاله. انا بقول له لا، تعالى انضم كده، تعالى اسجلك في التامينات الاجتماعيه من تاريخ اليوم. ما هو لو التامينات الاجتماعيه قالت له انت شغال بقالك 10 سنين هدفعك تامينات على 10 سنين، مش هيجي. ثانيا، بلاش فكره التهديد، اعمل لك حجز واعمل لك حجز اداري واحولك على النيابه للتبديد، ما حدش هيجي يا جماعه كده. فاحنا دلوقتي عايزين نتعاون ان 2.5 مليون منشاه و72 مدينه صناعيه عايز اضمهم لاقتصاد الدوله، ازاي اقدم التسهيلات وازاي اقدم التشجيع وازاي اعمل له حوافز وازاي اديله امان، كلنا هنستفيد اكيد. احنا هتوقف مع هذا الانفوجراف للزميل أسامة عبد اللطيف، سلط فيه الضوء على جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغيرة. نتابع.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا، برحب مره جديده بضيفنا داخل الاستوديو دكتور احمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديه. واحنا بنتكلم عن المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، عايزين نعرف دورها في تحسين القوه التنافسيه للمنتج المصري وايضا تحسين التصدير. طبعا ده موضوع مهم جدا. هو يعني خلال السنوات اللي فاتت دي حصل نوع من التعديل في الأرقام بتاع الموازنة العامة للدولة أو حتى ميزان المدفوعات. يعني إحنا كنا بنستورد من بره بحوالي 77 مليار دولار، رقم يعني كبير جدا. السنة دي أظن 59، فده أقل شوية. هو إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل إن أنا بستغني عن استيراد سلع ومنتجات، حاجة من الاثنين، يا إما ملهاش يعني أهمية يا إما هناك بدائل مصرية تحل محلها. والحقيقة يعني مصر من خلال برضو المشروعات الصغيرة قدرت تقدم بدائل، يعني في مجال السجاد، في مجال الأجهزة الكهربية، في مجال السيراميك، في يعني في عندنا مجموعة من القطن مثلا والمنسوجات. يعني عندنا بعض الصناعات الحمد لله خطينا فيها خطوات يعني ممتازة جدا، فأصبح المنتج المصري مقبول وجيد ومش محتاجين ان احنا نستورده. ده اكيد وفر كتير جدا ووفر عملة صعبة. في نفس الوقت التصدير قعد لفترة طويلة جدا لا يتجاوز 20 مليار دولار. لو احنا بقى بصدر ب 20 مليار وبستورد ب 70، يبقى انا عجز عندي حوالي 50 مليار دولار. ده مش حلو، ده مش حلو. فالحمد لله برضو في الفترة الأخيرة بدأ التصدير وبدأ المنتج المصري يبقى له قبول. وأنا بس أكرر مرة تانية أن أوروبا عندها اشتراطات يعني كثيرة جدا في مواصفات المنتج زي السي اي مارك والأيزو والحاجات دي. كويس، في حين أن القارة الإفريقية وهي 1.2 مليار إنسان، 56 دولة، حاجة كبيرة جدا، ما عندهاش هي هذه الاشتراطات إطلاقا. وبالتالي احنا محتاجين بس ان احنا نتحرك، يعني نتحرك الى اوروبا، مش عايز الكلام، ونتحرك للامريكتين برضو ما فيش مشكله. لكن السوق الافريقيه سهله كمان، الحركه الى السوق الافريقيه كنقل وكمواصلات. انا عندي البحر الاحمر يصل الى افريقيا، عندي ممرات بريه زي مصر السودان ومن السودان الى كيب تاون في جنوب افريقيا. وبالتالي احنا بس محتاجين ان احنا نجود المنتج، وفي هيئه مصريه اسمها هيئه المواصفات نحاول بقدر الامكان ان احنا نلتزم بها. في الانتاج الزراعي نحن متميزين جدا، في خاصه في مجال الموالح، نعتبر احنا من الدول المتقدمه والرائده جدا في الموالح. ينقصنا حاجه واحده بس، الا نخطئ خطا واحدا، ان انت نحط كيماويات او المكافحه بالكيماويات هيضر بالمنتجات المصريه وترفض منتجاتنا في الخليج، فيرفض البصل ويرفض البطاطس ويرفض احيانا البرتقال. ليه بقى؟ طب احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا يبقى عندنا مكافحه طبيعيه اللي تدي منتج اورجانيك يعني طبيعي، وبالتالي هنحقق. احنا عندنا مراكز البحوث تقدمت تقدم كبير في هذا المجال. ومصر في مجال الانتاج الزراعي نفسه الفريش ده متقدمه. المنتجات الصناعيه ذات علاقه بالصناعه زي السكر والعصائر والمعجنات والمربات والاجبان، مصر متقدمه فيها تقدم جيد، وهي بنصدر، لكن ممكن نصدر اكبر من كده لو قدرنا نفتح اسواق اخرى خاصة في القارة الأفريقية. بعض الدول الأفريقية لا يشترط الحصول على تأشيرة للدخول، يعني حضرتك ممكن تاخد التأشيرة في قلب المطار. وبالتالي أنا أعتقد إن احنا نهتم بالسوق الأفريقية. أتمنى إن احنا نزال العقبات لو في عقبات تكون بالنسبة للمستثمرين في القارة الأفريقية. يعني حضرتك شايف إيه هي كيانات الدولة الدعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر؟ هو المفروض كل قطاعات الدولة تكون داعمة كلها. سواء دعم مباشر زي ما حضرتك اشرت والتقرير اشار، زي البنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنميه وجهاز تنميه المشروعات مشاريعك، دي جهات رسميه وتقدم تمويل صريح بالاموال. طيب هيئه الاستثمار تعمل ايه؟ او وزاره الاستثمار تعمل ايه؟ تعمل خريطه الاستثمار في مصر. الخريطه دي بتقول ايه؟ ان كل محافظه لها افضليه نوعيه، يعني دمياط لها أفضلية نوعية، مدينة بدر لها أفضلية نوعية، اسكندرية لها أفضلية نوعية. فلو أنا عندي خريطة استثمار تسهل على المستثمر الداخلي والخارجي
انه بدل ما يجي مصر ما هي الفرص الاستثمارية التي يمكن ان استثمر فيها اموالي، انا لا، انا بحطها له في خريطة استثمار يتم تغييرها سنويا وتحديثها. خلاص، زي ما قلنا ان وزارة الخارجية من خلال المؤسسة التجاري الموجود في الدول الخارجية، مثلا وزارة التجارة من خلال المعارض، هي بتقوم ببعض المعارض لكنه ممكن نتوسع اكتر. الجهات الحكومية بالذات ما يتعلق بالتراخيص، ده موضوع معقد، يعني إجراءات ترخيص بالذات للمصانع قد يصل إلى 20 أو 25 إجراء. إحنا عملنا الشباك الواحد، لكن السؤال هنا الموظف اللي قاعد على الشباك الواحد هو نفسه مؤهل ذهنيا وعلميا إن يعرف إن هذا الشباك الواحد معمول عشان إنها يختصر الوقت، وبالتالي يجب إن إحنا في إجراءات التراخيص خاصة للمصانع إن إحنا نتساهل شوية. وأول تساهل ممكن نقدمه إن ناخد من الأوراق الرسمية وخلال 24 ساعة يعطى رخصة لمدة سنة واحدة، رخصة اسمها رخصة مؤقتة عشان يبدأ يشتغل. ما افضلش انا اقول له بقى فين أبوبة الاطفاء، فين ماسورة المية، فين يعني كلام يلحقها كلاسيكي او مش كويس. انما لما ادي له رخصة وادي له تصريح لمدة سنة، هو خلال السنة ينتج ويتحرك وكده. فانا اعتقد ان كل اجهزة الدولة، وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، وزارة الخارجية طبعا بالاضافة الى التشريعات، بالاضافة للبنك المركزي، كل ده مطلوب منه بتلقائية ان يدعم طبعا هذا القطاع. دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، هل هو يعني بيتوقف دوره فقط عند التمويل؟ لا، ما هو التمويل ده مش قليل، ما هو التمويل ده هو اولا في ميزة ممتازة جدا، انه عنده حوالي 625 فرع في القرى والنجوع بتاعه، وبالتالي هو يعني متغلغل في الدولة. وقريب جدا من اماكن ممارسة النشاط. يعني ايه الفرق بينه وبين البنك؟ البنك ده محتاج حد يروح له، والبنك لا يتعامل ابتداء الا مع شخصية اعتبارية. يعني البنك لا يمكن يتعامل مع احد نهائي الا اذا كان معاه سجل تجاري وبطاقة ضريبية ولا نشاط سابق نهائي. ليه؟ لانه هو عايز يشوف الراجل ده يعني يضمن، يعني يضمن عايز ضمانات، لانه مش فلوسه، هو فلوس المودعين، فهو حقه ان يعمل كده. الجهاز او الصندوق لا، ده دي اموال الدولة بتحطها بإرادتها المطلقة عشان تديها للمشروعات، وبالتالي هي متساهلة شوية. هي متساهلة وهي قريبة من الأنشطة، يعني زي ما قلت لحضرتك هي القرى والنجوع وكده. في بقى نقطة كمان مهمة جدا، انها ممكن توفر التدريب، ان هي كمان ممكن تساعد في فكرة دراسة جدوى المشروع. ما هو مش كل المشروعات، كلمة دراسة جدوى دي يعني مصطلح صعب شوية، لكن هو موضوع بسيط جدا. يعني واحد راح قال انا عايز اعمل منحل، هقول والله ده انت رأس مالك ممكن 20,000، كويس، وانك انت تتعامل مع النحل كذا، وما يعني حاجة بسيطة جدا. واحد قال انا عايز اعمل ورشة نجارة، يقولوا انت عندك خبرة قبل كده ولا ما عندكش خبرة قبل كده؟ طب انا اعمل لك دراسة، انت الالات والمعدات اللي انت محتاجها كذا والخامات كذا. يبقى اذا الجهاز ده مش فكرة انه بيقدم يعني تمويل بفائدة قليلة جدا تكاد تكون رسوم ادارية اللي هي 6%، لا، ده بيقدم التدريب، وهو قريب كمان ممكن يقدم النصح والإرشاد أثناء العمل، وفي نفس الوقت ممكن يعمل دراسة جدوى لدعم الجهاد. عشان كده هو يعني لعب دور حلو. لما نتكلم على البنوك، يعني البنوك بنقول أنها هناك إلزام للبنوك بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة بتتراوح بين 20-25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية، وتخصيص 10% كحد أدنى للشركات الصغيرة. تعليق حضرتك على ده. نتكلم طبعا على أرقام يعني كبيرة جدا. من المحفظة اللي حضرتك أشرت إليها دي حوالي 316 مليار جنيه. فالدولة قالت له لا، ما دام أنت محفظة للاستثمار 300 وشوية مليار، لو سمحت خصص 20% على الأقل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد بسيط. طبعا البنك حتى لو كان بنك حكومي هو أمين على أموال المودعين، يعني برضه أنا مش عايز أقول إيه، لأن حضرتك لو أودعتي هتاخد 11%، فهو لو ادى الفلوس كلها ب 5% و 6% ده هيفلس، ده مش عايز كلام يعني، خلاص. فهو بيعمل نوع من التوازن بين
مشروعات كبيرة ومربحة يكسب فيها 15 و16%، وبين مشروعات صغيرة بيديها 5%، يبقى منحط 5 على 20 تديني 25، يبقى المتوسط 12 بيدي لحضرتك 11 ويحتفظ بواحد. يعني هي الموضوع موضوع دراسة، مش يعني مش أي أرقام، مش عشوائي طبعا. يبقى إذن هو المحفظة حوالي 316 مليار جنيه. البنك المركزي قال لهم يا جماعة هنحاول بقدر الإمكان إن احنا ناخد 20% ونوجههم إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% و7% و8%، وكل واحدة فيها يعني إيه لا مفهوم لوحديها. يعني إزاي أحصل على قرض لمشروع صغير؟ شوفي أنا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي إحنا في اتجاهين. لو حضرتك هتروح البنك لازم سجل تجاري وبطاقة ضريبية وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة عقد الإيجار للمكان اللي انت بتمارس فيه النشاط، وصورة كمان للكهرباء أو المية بتاع المكان ده، لأن زي ما قلت لحضرتك البنوك دي مؤسسة ضخمة جدا مش هزار، فلازم يتعامل مع شخصية يعرف يتواصل معها، ولما يعمل يعني ما يسمى بالاستعلام عن الشخص يكون في جدية. إن يكون فيه جدية. فإذا كان هيتوجه إلى البنوك يبقى لازم يبقى معاه سجل تجاري وبطاقة ضريبية والرقم القومي بتاعه هو وعقد إيجار للمكان ووصل كهرباء أو مي، خلاص ده على جنب. طيب لو إنه بقى يتعامل مع مشاريع أو جهاز تنمية المشروعات التابع، لا ده بقى متساهل شوي، انسي بقى الكلام ده خالص، محتاج الرقم القومي ثم ضامن معاه ثم يكتب ورقة بس يقول هو عايز الفلوس دي لإيه وهما يديله الفلوس. موضوع يعني فرق كبير. انا بس بدافع عن البنوك لان دي امانه عندهم امان المديون، انما الصندوق دي فلوس الدوله، هي شافت ان تدي للناس يعني هي ممكن تديها لهم حتى بدون فايده خالص. بس طبعا الجهاز الاداري اللي بيشتغل من موظفين ومكن وتصوير وانتقالات وبتاع، فبتاخد 6%. طبعا 6% ده رقم قليل جدا يعني، وما بتاخدش حاجه. هيروح في 625 فرع لمشاريعك، جهاز تنمية المشروعات، هتلاقي جنب كل بيت فيه واحد يحاول يتواصل معاهم، ياخد صورة البطاقة بتاعته وصورة بطاقة ضامن، وصل مية، وبعدين ورقة هو بيملاها، انا يا جماعة هشتغل في كذا كذا كذا، هيدوله فلوس. اذا حضرتك مؤتمة اوقات بيحتاج تدريب كمان بيدربوه اذا لازم الامر. طبعا. احنا متوقف مع هذا التقرير للزميل ناصر علي، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. نشوف نرجع لحضرتكم. تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير العملة الأجنبية وتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة النمو المحلي. الدولة بتبذل مجهودات كبيرة في جذب مزيد من الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية للقطاع الصناعي وقطاع الاقتصاد بشكل عام. طبعا هناك تركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن المشروعات دي هي اللي بيقوم عليها 80% من أي اقتصاد دولة في العالم. الحكومة طبعا احنا في ظل اقتصاد تنافسي واقتصاد حر، فالحكومة شالت إيديها من الاقتصاد بشكل كبير، ولكن هناك ظهور أكتر للقطاع الخاص والشركات الصغيرة. فلذلك الدولة دورها بأنها تقدم وتقدم مبادرات للشركات والمصانع الصغيرة حتى الشركات الناشئة من خلال مبادرات تمويلية مثل 5% مبادرة البنك المركزي وغيرها من المبادرات. طبعا في توفير برضك حضانات الأعمال اللي هي بتحفظ من الشغل أو الشركات الناشئة وشغلهم، بتحاول تديله الدعم الفني واللوجستي والتسويقي. طبعا احنا محتاجين مزيد من المبادرات من الدولة، التوسع في مزيد المبادرات لتشجيع الشباب على بدء مشروعات صغيره ومتوسطه تفيد الاقتصاد وتوفر الدعم للمشروعات القوميه. يمثل النهوض بهذا القطاع نهجا واولويه متقدمه في خطط التنميه وتنفيذ العديد من المبادرات لتوفير الدعم المالي وتقديم الخدمات التسويقيه والتكنولوجيه لهذه المشروعات وتدريب وتاهيل الكوادر البشريه وسن التشريعات اللازمه لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع باعتباره قاعده انطلاق للتنميه الحقيقيه. الصناعات الصغيرة بتوفر ملايين من فرص العمل للشباب. الصناعات الصغيرة هي عماد الاقتصادات الكبرى. الصناعات
الصغيرة هي اللي بتوفر الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، الصناعات الصغيرة هي اللي بتقوم عليها الاقتصادات الكبرى. الصين والهند وماليزيا والبرازيل دي كلها صناعات، وكوريا، كل دي صناعات قامت على الصناعات الصغيرة. الصناعات الصغيرة هي عماد الاقتصاديات الكبرى، بتمثل حوالي 70% من الصناعة في أي اقتصاد. دي بتخلي الناتج المحلي بيزيد، بتخلي الصادرات بتزيد، بتخلي هناك مزيد من النقد الأجنبي بيدخل للبلاد اللي بتهتم بالصناعات الصغيرة. استراتيجية شاملة تنفذها الدولة لتوفير كافة السبل للاعتماد على الانتاج المحلي والحد من الاستيراد وارتفاع الصادرات وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، فضلا عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية وخلق الملايين من فرص العمل للشباب. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. الدكتور احمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديه، واحنا نتكلم عن يعني انشاء 17 مجمع صناعي المشروعات الصغيره والمتوسطه داخل 15 محافظه. حضرتك شايف دوت ازاي؟ زمان كان في عندنا حاجه اسمها سور مجرى العيون. معروف طبعا سور مجرى العيون، هو ده حضاري جدا ومن الاثار. وفي بوابات كده، لو عدينا البوابات ورا البوابات دي مباشره كان عندنا أكبر مجمع صناعي للمدابغ، قمة العشوائية وقمة التلوث كان موجودة في هذه المنطقة. لما اتعمل المجمع الصناعي في الروبيكي اللي هو يعتبر مثلا طريق السويس في مدينة بدر، في البداية حصل نوع من المقاومة كده وبتاع، لكن لما راحوا هناك لقينا حاجة حضارية جدا ومتقدمة، استعانوا بآلات ومعدات، تم إعطائهم تمويل من البنوك، وبقت حاجة حضرية قابلة للتصدير. والآن الروبيكي بيصدر، يعني بيصدر منتج نصف منتج ومنتج تام، يعني لفائف الجلود بيصدرها فأدي نموذج ممتاز جدا. لما عملنا المنطقة الصناعية في دمياط اللي هي الصناعات الخشبية، أصبحت محافظة دمياط هي المحافظة الوحيدة في مصر ان مستوى البطالة فيها سالب 5%. يعني ايه سالب 5%؟ يعني كل واحد في البلد دي بيشتغل مرتين، مرة الصبح ومرة بعد الظهر، وعندهم عجز في العمالة. نتيجة ايه؟ نتيجة ان عنده نشاط كبير جدا اكبر من عدد السكان. واستطعنا بالمجمع الصناعي للصناعات الخشبية ان نعمل حاجة متقدمة وحاجة حضرية، وبقينا نصنع الصناعات الخشبية وبقت مشهورة جدا في دول الخليج. يعني اصبح الدول الخليج يستورد من اندونيسيا، وبيقول لك لا انا استورد من دمياط لانه بيستخدم انواع من الاخشاب الاكثر دقه. اسكندريه يعني عملنا حاجتين، الصناعات الكهربيه والصناعات الكيماويه، حاجه يعني متقدمه. ايه بقى اهميه المجمع الصناعي؟ شوفي، اي مستثمر ممكن ايه يقدم فياخد ارض، وبعد ما ياخد ارض من هيئه التنميه الصناعيه يقدم طلب لحاجه اسمها الترفيق، يعني اوصل ميه وبعدين اوصل صرف وبعدين، يعني ممكن يضيع عمره كله وهو عمال يعمل في اجراءات ويعالم بقى هيقدر يخلص ولا مش هيعمل مصنع ولا مش هيعمل. الدوله قالت لا، طب ما انا اختار اراضي واخصصها كصناعات، واخصصها تبقى صناعات نوعيه، دي صناعه الجلود، دي صناعه الاخشاب، دي صناعه الاجهزه الكهربائيه، دي صناعه الكيماويات وكده، ثم اعمل مساحات مختلفه 100 متر 500 متر 1000 متر، ثم اضع فيها كل المرافق سواء واكثر من المرافق كمان. انا ممكن ادي له رخصه، يعني لو جه وتعاقد معايا اعمل له يدفع 10% او 15% وتقسيط على 7 سنين الى 10 سنين، ثم اعطيه رخصه تشغيل. ده حاجه يعني ممتازه جدا، واعتقد ان احنا محتاجين نستمر، يعني مش 17 مجمع صناعي في 15، ده احنا ان شاء الله اذا كان محافظات مصر 27 محافظة هنحتاج 27 مجمع صناعي. يبقى بنوفر الوقت، بنوفر الجهد، بنريح رجال الاعمال سواء من هنا او من الخارج، التراخيص بتبقى جاهزة، الترفيه جاهز، بخليه يدفع اقساط
فكل ده كمان نوع من التخصص. معانا لما يكون مصنع جلود في كل جلود انا اكيد استفيد من خبرات الاخرين والاخرين يستفيدوا مني. فكره المجمعات الصناعيه فكره رائعه وممتازه ونحتاج ان احنا نستمر فيها كتنميه مستدامه. لا مش نخلص بقى لا 17 و20 و25 لحد ما تبقى في كل محافظات مصر مجمعات صناعيه. حضرتك شايف ازاي يعني لو قلنا الشباك الواحد والتحول الرقمي في دعم المشروعات الصغيره والمتحوله المتوسطه؟ هو الشباك الواحد ده موضوع والتحول الرقمي ده موضوع يعني مختلف. الشباك الواحد كان مقصود بيه حاجه واحده بس، ان المستثمر الخارجي بالتحديد كان يلقى يعني معاناه يعني شديده جدا في انه يخلص اجراءات تاسيس الشركه. فقالوا له لا، بدل ما تقعد بقى تروح الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية بدل ما تروح لكل الجهات دي، أنت تأتي إلى شباك واحد تدفع الرسوم وتقدم الأوراق وخلال 48 ساعة بيتم تأسيس الشركة وتكمل الإجراءات. وأنا أعتقد أنها لعبت دور إلى حد ما كويس، فقط كان ليه تحفظ اللي تدريب وتنمية المهارات للأفراد الذين يقفون خلف الشباك، لأنه هو لو جه من شباك تقليدي إلى هذا الشباك هو برضو نفس العقلية ونفس لكنها فكرة جيدة. ما نقدرش نقول يعني الفكرة جيدة، لكن التطبيق محتاج إيه إن إحنا ننظر بعين الرعاية دلوقتي للأفراد الذين يقفون وراء هذا الشباك. إنما الترقيم ده مهم جدا. إحنا زمان كان يقول لك مثلا انت مطلع البطاقه في اسكندريه يبقى لازم تجدد البطاقه في اسكندريه، مطلع البطاقه الرخصه في اسيوط يبقى لازم تروح اسيوط. كان خزعبلات يعني دي خزعبلات. كان في الشركات يعني مأساة. نهر النيل بيقسم بين القاهره والاسكندريه، فلو هو شركته في الجيزه ثم انتقلت الى النيل عدت بس نهر النيل يقولوا لا غير السجل، لان يعني الوضع يبقى افضل بكتير. يعني حضرتك في دقيقه شايف ازاي يعني رؤيه المؤسسه الدوليه للجهود المصريه في دعم المشروعات الصغيره ومتوسطه؟ الدوله يعني الدوله يعني عينيها وقلبها وعقلها ان هذا القطاع يعني ياخد دوره. وانا زي ما بقول دايما احنا لن نتوقف عند هذه النقطه، يعني هيستمر الموضوع ده حتى يكون لها دور جيد، خاصة أنها سوف تستوعب قدر كبير من العمالة وستشجع الشباب على فكرة العمل الحر. وفي ظل التنمية المستدامة أنا أعتقد الدولة ستستمر في هذا البرنامج. حتى شايف إن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله. طبعا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. مشاهدينا إحنا في ختام حلقتنا لا يعني يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر للدكتور أحمد هارون مدير مركز الدراسات في البحوث الاقتصادية، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر موصول لزملاء في استوديو 2، هذه تحيات رئيس تحرير فارس عزام، من الإخراج زميل سامر كمال، هذه تحياتي. حنا نتحدث بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وأسرة عمل جديدة وملفات. إلى اللقاء.